استاذ وليد برا يا باشا. خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ وليد. سياده الرئيس. استاذ وليد اتفضل. اوت استاذ وليد مظبوط. حاضر يا استاذ. خير يا باشا؟ خير. احنا كده تقريبا انتهينا من كل التحريات، وكده يا سيدي القضيه تبقى استوت على الاخر، واحنا بقى في انتظار الفلوس تيجي وتتحط في حسابك في البنك. وطبعا احنا هنا في اداره الاموال العامه مقدرين مجهوداتك الكبيره اللي انت عاملها معانا. على فكره لو القضيه انتهت زي ما احنا متوقعين، اكيد سياده الوزير هيؤمر ليك بمكافاه كبيره جدا. يا سياده الرائد، انا في منتهى السعاده اني قدرت اقدم الخدمه دي لبلدي بغض النظر عن اي مكافآت. انا بس عندي مشكله كبيره جدا. خطيبتي افتكرت اني متورط في عمليه غسيل الاموال القذره دي، تقريبا كده حضرتك فسخت الخطوبه من ناحيتها. يا ده مفيش اي حد عنده فكره عن العمليه دي. لا في يا سياده الرائد، محجوب الهجرسي، المهربين راحوا له قبل ما يجولي. وايه علاقه خطيبتك بمحجوب الهجرسي؟ تبقى بنته. وتفتكر ان باباها قال لها انك متورط في عمليه التهريب القذره دي؟ اكيد، مهما كان دي بنته برضه، وانا مش لاقي اي مبرر تاني لتصرفات نرمين معايا غير المبرر ده. شوف يا استاذ وليد، احنا محتاجين شويه صبر، وصدقني كلها كام يوم والقضيه كلها تخلص خالص والحقيقه تبان. وساعتها بقى يا سيدي خطيبتك مش هتعرف انك بريء ومصدوم بس، لا دي هتعرف انك بطل كمان. ايه رايك بقى يا اما نشتري بالفلوس دي كده حته ارض؟ وهتروح بعيد ليه يا دناي؟ طب ما تزرع الارض اللي هدانا والفلوس دي تدورها في الحلال. ايوه يا اما، وانا بسالك اهو ادورها في ايه يعني؟ وربنا مش بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا؟ ايوه بس انا مش فاهم. يعني انت دلوقتي حداك المال، يبقى فاضل لك ايه اللي هتجيب لك البنون؟ يعني تتجوز وتكمل نص دينك يا ولا؟ يعني انت دلوقتي يحق لك تتجوز اشرف واجمل بنت في البلد. ايه رايك هخطب لك فضيله بنت الشيخ عبد الرحمن شيخ الجامع، وهو مهرها في جيبك اهو. خلاص يا امه، خلاص بقى فضيها سيره، مش عايز اتجوز فضيله انا. يا سنه سوخه، لكن لسه بتفكر في في في, في تناسيم بنت بصلحي. لا يا امه، لا تناسيم ولا غيرها. لا بقى ليه، هتترقبن ولا ايه يا خبت الرجاله؟ انا قلت بقى هتتجوز فضيله يعني هتتجوز فضيله، وبشوف كلامي بقى هيمشي ولا لا. ايوه ما بحركش، قريتها كلها وحته واحده. طب ايه رايك بقى ان انا ما سبتهاش من ايدي لحد اخر ورقه؟ ده انت خليتني عيط عياط. بتقولي ايه؟ عيطتي؟ وبدموع كمان. لكن تعرف عمري ما كنت اتخيل ان انت بالرقه دي كلها. يا فضيله انت بجد عيطتي؟ ايوه، مالك مستغرب كده ليه؟ ما دام انا عيطت يبقى انت فعلا كاتب دراما حقيقي. انا مش قادر اصدق اللي انا بسمعه ده. انت ايه؟ انت فهمتيني ازاي وفهمت روايتي ازاي؟ انت انس ولا جن ولا ايه بالظبط؟ ايه مالك جرالك ايه؟ هو انا بقولك طلعت القمر؟ يعني ما حدش قالك ان الروايه بتاعتك كلها شجن؟ لا يا فضيلة، بالعكس دول كلهم ضحكوا عليها، ماما واخواتي والجمهور اللي بيتفرج. انا مش عارف، انت الوحيدة اللي فهمتيني زي ما انا كاتب بالظبط. انت ايه، انس ولا جن ولا ايه طبعك بالظبط؟ انا عايز اشيلك فوق راسي واجري واطير بيكي واقول هي دي اللي فهمتني وهي دي اللي هتدافع عني. ايه يا استاذ عمرو جرالك ايه؟ انت نسيت روحك ولا ايه؟ معلش يا فضيلة اعذريني، المفاجأة كانت اكبر من توقعاتي كلها، هزت كياني كلها. معلش اعذريني بجد، انا اسف. ولا يهمك، عدت. طيب عايز اديكي حاجه تانية كده تقريها، يعني حاجه استوحيتها من هنا من ميت دامور، يعني شويه شعر كده على قدي. ياه، ما كنتش اعرف ان ميت دامور ممكن تطلع حد بيوحي اشعار. يعني هي مش ميت دامور بالظبط، تقدري تقولي اهلها على وجه الخصوص.
العافية يا شيخ عبد الرحمن. الله يعافيك يا أم عبد الحفيظ، يا أهلا وسهلا. أنا كنت عايزك في كلمتين مهمين. وماله؟ مدام كلمتين مهمين يبقى تفضلي جوا في الدار. اتفضل. اتفضلي يا أم. اتفضلي يا أم عبد الحفيظ. يزيد فضلك يا أخوي، يزيد فضلك. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضلي استريحي. خير يا أم عبد الحفيظ، إيه اللي أقدر أقدمه لك؟ خير يا أخويا. شوف بقى، أنت عارف إن أنا طول عمري ست دغري، وأنت بقى راجل حامل كتاب الله، وأنا بقى نفسي أخد نفحة من روايحك. أنا مش فاهم حاجة يا أم عبد الحفيظ، وضحي كلامك يا شيخة وخشي في الموضوع طوالي. عداك العيب يا شيخ عبد الرحمن. أنا بصراحة جاي أطلب إيد السنورة بنتك لعبد الحفيظ ابني. والله انت فاجئتيني بالكلام ده يا أم عبد الحفيظ. أيوة يا شيخ عبد الرحمن، بس أنا عايز أقول لك يعني إن عبد الحفيظ دلوقتي بيشتغل في التصدير والاستيراد، يعني بيكسب فلوس ياما، وعلشان كده أنا قلت بقى لازم أخطب له واحدة تكون بنت أصول ومتربية ومتعلمة، وما لقيتش بصراحة في الكفر كله غير فضيلة بنتك. وإن كان على المهر يا شيخ عبد الرحمن، ابني يقدر يدفع مهر أكتر من اللي بيدفعوه ولاد الزواج. إيه؟ قلت إيه؟ والله يا ست أم عبد الحفيظ، أنا بقول يعني يا ده مغزع من الشيخ. خير يا ابني؟ العم ده تعبان جوه، بيقولوا لي ندى ابوك الشيخ عبد الرحمن بسرعة. لا مؤاخذة يا ست أم عبد الحفيظ، سامحيني، لازم أجي على العمدة دلوقتي، أديك سمعت بودانك. معلش ممكن نكمل كلامنا بعدين، مع ألف سلامة. الله يخليك، هقول إيه؟ حظنا كده، معلش. مع السلامة. الله يسلمك يا أخوي. شرفت. هستناكي في العربية، حاولي ما تتأخريش. ها؟ حاضر يا ماما. أنا آسفة على الإزعاج، أنا كنت بس عايزة أطمن على الأستاذ سامي عن إذنكم. أنا اسمي مروة، اتفضلي تعالي. اتفضلي حضرتك. ميرسي. الأنسة مروة بابا، الصحفية اللي متابعة القضية من أولها. أيوة، أنا قريت اسمها خبر كان منشور عن القضية. أهلا يا بنتي. ده بابا أنسة مروة، ودي ياسمين، وده سيد إخواتي. أهلا بيكم. انا همشي بقى وهسيبك تستريح، هاجي لك بعدين لما انت ولما انت تمشي دلوقتي من غير ما تاخدي الخبر دوت، مش في صحفيين زمايلك هينشروا الخبر ده قبلكي؟ عندك حق. طيب بقول ايه، احنا هنخرج بره شويه لغايه ما تتكلموا ويعني تخلصوا شغلكم. عن اذنك يا بنتي. اتفضل حضرتك. لو سمحتي يا لسه مروه، قربي الكرسي لان انا مش هقدر اعلي صوتي. حاضر. على فكرة أنا جيت عشان أطمن عليك. أفهم من كده إن صحتي عندك أهم من الشغل؟ عارفة أنا كنت منتظر زيارتك في الصبح، وكنت متأكد إن أنت لما تيجي إن أنا هخف وتبقى صحتي بوم بالبوم. حتى شفت إيه؟ في إيه؟ مفيش حاجة تطمني. أنا بيت كويس. الصابرين الذين إذا أصابوا
هنلاقي فين زي عمدتنا اللي راح الله يرحمه. ممكن يا سعادة السفير نعدي عليك بكرة في البيت شوية عشان عاوزين نفتحك في موضوع كده؟ تحت أمرك حاج زناتي، البيت بيتك انت عارف. وانت مش موجود ورجعت برضو ما لقيتكش، وادي الليل دخل وانت برضو بره، انا قلقت عليك قوي. يعني ما عرفتيش يا فضيله يا بنتي ان العمده تعيش انت؟ دفناها الصبح وبعد الدفنه بقيت ما بين الدوار وما بين بيته مع اولاده عشان نجهز للعزاء، وتنيتني في العزاء لحد ما انفضت. مالك يا فضيل انت يا بنتي؟ زعلت قوي عشان سمعت ان العمده مات. تلاقيك يا ما كلتش طول اليوم، اقوم احضر لك تاكل. تعالي هنا قولي لي مالك الاول. مفيش يابا. مفيش يابا؟ طب ثلاثه بالله العظيم ماني واكل ولا في لقمه نازله بطني الا ما اعرف مالك. الحقيقه يعني يابا انا سمعت الكلام اللي دار بينك وبين خلفه واجه ليله امبارح. كلام؟ كلام ايه؟ عن يعني انها جايه تتكلم معاك على انها تاخدني لابنها. يابا انا مش هتجوز الا بعد ما انتهي من الدراسه وادخل الجامعه واخد شهاده عاليه. طبعا يا حبيبتي انا عمري ما هخرجك من المدرسه عشان اجوزك، ما تخافيش يا فضيله. لا لا يابا، ولا بعد ما اخلص انا هاخد ابن فواكه ده، كفايه يعني ان البلد كلها عارفه حكايه الحب اللي بينه وبنت نسيم بنت مصلحي. الله 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 الله، اختيش يا بنت، انت جبت الكلام ده منين ولا مين اللي بيحكيهولك؟ انتبهي لدروسك بدل ما انت عماله تحكي عن غراميات ابن فواكه وبنت مصلحي. وانا مالي يعني يابا؟ هو انا اللي بتكلم؟ ما البلد كلها عارفه الحكايه دي. والله وكبرت يا فضيله، تكونيش يا بنت انت كمان حد شاغل بالك. الله 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 الله، طب ايه الحكايه بجد؟ اهو دي اللي انا كنت خايف منه. يبقى انت اكيد مشغوله بابن حسن نجم، مع اني حذرتك وبكررها عليك تاني، بلاش العيله دي يا فضيله، بلاش العيله دي يا بنتي. ليه يابا؟ ما تنهدنيش امال وتني الكلام علي، اسمع اللي بقولهولك، بلاش العيله دي، يعني بلاش العيله دي، وما تسالينيش ليه يا عجله يا بنت المدارس. قسما بالله لولا ان الست نرمين اتصلت بيا وطمنتني ان انت عندها من ساعه ما هربت من الشقه وفي الحفظ والصون، انا ما كان يكفيني فيك غير ان انا احش رقبتك بالشرشره. مالوش لزوم اللي بتقوله ده يا مصلحي. ازاي يا ست مشيره؟ يرضيك يعني ان ست هانم تطفش من بيت ابوها من غير اذنه وتعطل شغلها في الاعلانات؟ في ايه يا مصلحي؟ مش عيب تعلي صوتك في بيوت الناس؟ ثم اعلانات ايه اللي سابتها تنسيم؟ مؤاخذه ست هانم، عاجبك يعني اللي عملته مقصوفه الرقبه دي؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ يا ست هانم يرضيك وانت ست اللي عارفينه وست في السوق وفاهمه الشغل كويس انها تعطل الاعلانات وتوقف مصالح الناس. يا سلام، خايف على احاسيس الناس ومصالحها ومش خايف على احساس بنتك؟ احساس؟ تعلها من امتى الاحساس دي؟ الاحساس ما بيطلعش يا مصلح، ده البني ادم بيتولد بيه. مش عيب عليك انت المفروض تخاف على احساسها وما تاخدش شقاها وتعبها وتصرفه عليك انت واولادك التانيين، وهي المفروض تسكت ما تتكلمش. لحد امتى يا مصلح؟ لحد امتى؟ يعني انت بتبص للهدمتين اللي انا اشتريتهم؟ كان يرضيك يعني هاني واسيب اخواتها يقعدوا جنبي لحد دلوقتي من غير جواز؟ تناسيب لو ما كملتش الشغل انا هخش السجن. ما تخافش يابا، انا هاجي لك ازورك واجيب لك معايا عيش وحلاوه. سجن ليه يا مصلحي؟ انت عرضت نفسك في ايه؟
انا يا هانم كتبت على نفسي شرط جزائي بفلوس كتير قوي، فلوس كتير قوي معرفش اجيبها منين. يا سلام على الطمع. طب خيوبين عليا يا هانم، لو البت دي جت وكملت الشغل معايا اي فلوس هتيجي منها ما هاجيش جنبي ملم من فلوسي ولا اي حاجه، وهشيلهم لها كلها، بس يعني بعد ما اخصم المصروفات والاكل والشرب واللازم منه. والمره الجايه بقى انا اللي هقف قدامك، وعايزاك تسمع كل كلمه بطلبها منك. وانا تحت امرك يا ست هانم. تنسيم هتفضل في البيت هنا، هتيجي الصبح تاخدها توديها شغلها وترجعها بالليل، 10 بالثانية تبقى موجودة في البيت. ده موضوع، موضوع الفلوس بتاعي احنا اتكلمنا فيه واتفقنا عليه. أنا تحت أمرك يا ست هانم، أنت تأمري وأنا عليا أنفذ. أنا كمان ليا شعر. أمري أمري يا بنت مبروك، أنا تحت أمرك. بعد ما أخلص الشغلانة دي توديني من الدمور، أنا ماليش مصلحة إن أنا أقعد هنا. وماله يا أختي، تحت أمرك. أخسى عليك يا وليد، طول المدة دي كلها ما تفكرش ان انت تيجي تشوف بابا وماما؟ يعني ما وحشناكش؟ يا ماما يا حبيبتي انا تقريبا والله خلصت كل الشغل اللي في ايدي. لا لا لا، هي بس اخر عملية كانت صعبة شوية والحمد لله خلصت، واحتجت بعدها يوم ولا اتنين كده عشان ارتاح. ان شاء الله بكرة ولا بعده هتلاقيني طبب عليك. طيب يا حبيبي، مش عايز حاجة من بابا؟ انا كنت لسه بتكلم مع بابا على المحمول دلوقتي، بس انت برضو سلميلي عليه كتير قوي. اوكي يا حبيبي، اوكي، خد بالك من نفسك. مع السلامة ماما، اشوفك على خير. اطمني يا ستي، وليد في ايده شغل مهم جدا هيخلصه وهيعدي عليه. اخيرا قفلت الستارة على المشهد الاخير من المسرحية، المسرحية اللي هتصير ضجة في الوسط. وسط ايه يا حبيبي؟ الوسط الفني يا ماما، النقاد، الجمهور. فاكره ماما المخرج اللي جيت اتفرج على المسرحيه بتاعتي اللي في الجامعه؟ اه طبعا انا فاكراه كويس قوي. خلاص خلصت المسرحيه اللي كنت بكتبها له. مبروك يا حبيبي. بس انت مش كنت بتكتب قصه؟ قصه وشعر ومسرح، كل حاجه يا ماما. انا خلاص كل حاجه بجوايا بقت عامله زي الطوفان، عايزه تخرج باي طريقه. لا يا سيدي، عشان كده كنت قافل على نفسك الاوضه ومحدش عارف يشوفك. اعمل ايه بس يا بابا، كنت عايز اخلص علشان الرواية تفتح في الموسم الجديد. ايه ده؟ هما كانوا مستنيين كتابتك؟ انا فخورة بيك قوي يا حبيبي. بص لازم اقراها عشان اقولك رأيي. طبعا يا احلى ماما في الدنيا. ايه ده؟ هي فين مروة؟ مروة نزلت مصر عشان تسلم شغلها. سعادة السفير، اعيان البلد كلهم جم وعاوزين يقابلوا سعادتك. طبعا يا احمد. ده انا ناسي ان كان عندي ميعاد مع الحاج زناتي. طب اقول لك ايه، قعدتهم بره وانا احصلكم على طول. حاضر يا سعاده السفير. حاضر، انا اسيبكم يا جماعه. اتفضل يا بابا. اهلا اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتوني. اهلا اهلا، ما شاء الله ما شاء الله. اهلا يا جماعه. اهلا يا حسن بيه. اتفضلوا 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 يا جماعه. اهلا اهلا. شاي يا محمد. حاضر يا سعادة الدكتور. اهلا اهلا. يا نهار ابيض، ده جيش 100 دمور. مين كل دول؟ وريني. بصي يا خبر. طب انا ما عنديش كوبايات كفايه للعدد الكبير ده، هنتصرف ازاي؟ مش عارف. تعال تعال اشوف هنعمل ايه. تعال. ها قلت ايه يا حسن بيه؟ عمده. انت بتتكلم جد؟ انت عاوزين ارشح نفسي عشان ابقى عمده؟ لا اله الا الله، ومين احسن منك يا حسن بيه عشان يبقى عمده على 100 دمور؟ انت ما شاء الله جمعت كل الصفات الحسنه، وفيك احلى خلق بتاع الناس بتاع زمان، ومشهود لك بالامانه والعدل. بصراحه كده يا حسن بيه محدش هيملى مكان عمدتنا الله يرحمه الا انت. يا جماعه انا أشكركم على ثقتكم الغالية دي، أنا فعلا فخور جدا وسعيد جدا بالترشيح بتاعكم ده، بس بصراحة كده أنا معرفش حاجة عن الشغلانة دي، أنا مفهمش أي حاجة في العمودية، أنا طول عمري في السلك الدبلوماسي، يعني مش هنفعكم بأي حاجة، وببساطة كده أنا هضطر إن أنا أرفض الطلب ده والترشيح الغالي ده
عشان فعلا مش هفيدكم باي حاجه. وده مين اللي قال الكلام دي؟ طب ده انت احسن واحد ينفع عمده بلدني. ايوه ايه ايه يا حسن بيه، يا حسن بيه، بسم الله ما شاء الله، صيتك زاح في البلاد كلها لحد كفر الزيات، والناس كلها بتتكلم عن عقلك وعن حكمتك. ولا مؤاخذه بصراحه، لو رفضت انك تبقى عمدتنا هتلاقي ناس تانيين من بلاد تانيه برضه بتطالبك بانك تبقى عمدتهم. ايه والله معاك حق. بقولك ايه، انت بصراحه يا حسن بيه من ساعه ما نزلت البلد كسرت روتين حياتنا وخلقت فينا زي ما بيقولوا كده يعني روح جديده. ايه والله، والناس اللي حوالينا في البلاد اللي حوالينا بيقلدونا. عندك مثلا الناس في الدقهليه، ايوه الناس اللي في الدقهليه عملوا ايه؟ عملوا مزارع نعام. والناس اللي في البحيره زرعوا نباتات زينه وعملوا مناحل للعسل. انا شايف بصراحه حسن بيه ان انت ما ينفعش غير انك تبقى العمده بتاعنا. ايوه بس يا جماعه، بصراحه يا حسن بيه احنا مش هنقدر نردك، يعني باذن الله هتبقى عمده على ميت دمور، لان في اجماع على اختيارك. توكل على الله. مالك يا تراسيم؟ بتعيطي ليه؟ مفيش حاجة استاهل. ازاي مفيش حاجة؟ ده انتي مفحومة من العياط. أنا بعيط على خيبتي. مين بقى قال ان انتي خايبة؟ انتي شاطرة وحلوة وكل الناس بيحبوكي. لا يا ستان، اللي بيحبوني مش هنا، اللي بيحبوني في بيت دمور. مين قال؟ انا بحب. أنا ما أقصدش حضرتك يا ست نرمي. ماشي يا ستي، هما مين بقى اللي بيحبوكي في ميت دمور؟ اوعي هتقولي لي أمك وأخواتك. أصلاً في واحد كان متكلم عليا اسمه عبد الحفيظ، وأنا اتبطرت عليه لما اشتغلت في الإعلانات. وبعدين؟ ولا قبلين لقيت دلوقتي شاف له واحدة تانية وخطبها واتجوزها. مش يمكن لسه مستنيكي؟ لا يا ستان، إذا كان هو هيستني أمه، لا أمه اسمها فواكه وهي مسخ. مبروك مبروك يا عبد الحفيظ، بس اوعى تاكل علينا الحلاوه. مبروك على ايه يا اخويا؟ ايه دي؟ الناس بتقول انك هتتجوز بنت شيخ البلد. ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده اهبل ده؟ الناس بتقول انها شافت الست والدتك داخله بيت شيخ الجامع الشيخ عبد الرحمن، ها، وبتقول لكل اللي يقابلها انها هتجوزك احلى واشطر بنت في البلد. يا سلام عليك يا بلد، البلد دي مش هتبطل كلام ابدا. ما تخافش يا اخويا، الكلام ده ما فيش منه. وبعدين لما بقى جت نايله اتجوز مش هاكل عليك حلاوتك. طيب يا ام، طيب. انا بابا مبسوط وانا قاعد معاك يا فضيله، بحس كده ان انت بتحكي لي حاجات كتيره قوي. تصدقي بقى انت وحاتي لي بشعر وانا عايز اخد رايك فيه. تكلم بجد؟ ايوه طبعا بتكلم بجد. طب قول لي يلا. لا مش هقول لك. لا يلا قول بقى بجد. مش هقول لك تاني. طيب. لا خلاص هقوله لك. الطيور البيضه اللي عششت على ورق الشجر بتخفض جناحاتها، عارفه بتقول ايه؟ بتقول بقيت عصفور تايه بين السطور، نفسه يعدي بحور
نفسه يجي له منين؟ مش عارف، لما باجي افكر في الكلام ده بحس ان هو حلو ومعقول، اجي اكتبه الاقيه زي الزفت. ولا زفت ولا حاجه يا عمرو، هو يعني ممكن يكون ساذج شويه لكن في احساس، وده انا واخده بالي منه. ايه ده، انت ازاي بتفهميني بالسرعه دي وازاي بتقبلي غلطاتي وبتبرريها كمان؟ يعني يمكن عشان انا قادره اقرا اللي جواك زي الورقه المفتوحه. لا يا فضيله، في دي بقى ما بتقدريش تقري كل حاجه. ليه بقى ان شاء الله؟ يبقى انت في حاجه مخبيها ومش راضي حد يعرفها. انت مش بتقولي انك قادره تقري كل المستخبي؟ يعني يمكن يكون افضل لينا ان احنا ما نقراش، ولو قرينا يا ريت نعمل روحنا مش واخدين بالنا. ليه يا فضيله بتقولي كده؟ في ايه ما تتكلمي؟ بعدين يا عمرو بعدين، اكيد يعني مفيش حاجه هتفضل متداريه العمر كله. اهدي يا بيت ينيلك بنيل. انا مش قلت لك يا بيت العجين يتقرص اصغر من كده؟ امال علموكي في بيوتكم ايه؟ ها درقلك ايه يا بنتي عساكر؟ امال جاي تعملي في بيوت الناس ايه؟ ممكن يا ام اعرف بتعملي ايه من ورا ظهري؟ خير، عملت ايه؟ وانا مش كنت قلت قبل كده ان انا مش عايز اتهبب على عيني واتجوز؟ خلاص ان شاء الله عنك ما تهببت. الله، امال رحت تعملي ايه في دار الشيخ عبد الرحمن؟ اهدي، هي زيارة الشيخ عبد الرحمن ممنوعة وانا معرفش ولا ايه؟ انا اروح لزيارة الشيخ عبد الرحمن واروح ازوره وقت ما يلدلي؟ يا اما حرام عليك، حرام عليك، الجواز ده مش شرط هتديها لي، وبعدين انا ما بقتش صغير، انا بقى مش هتجوز الا البيت اللي اختارها انا. اه ايوه 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 يا اخويا، قر قر وخر وقول، انت ما انتش لدد عليك الا واحدة مايصة زي تناسيم تاخدك تعيشك في مصر وتشتغل لها جوز الست، ولا على ايه؟ تلاقيها لافت على واحد من بتوع السيما بايظ زيها واتجوزته. يا ولا يا ولا، دي ميه من تحت تبن، دي بتلعب بالبيضه والحجر، انت ما انتش قدها يا ابني. استغفر الله العظيم، الله يسامحك ياما، ما انت معذوره ما تعرفيهاش، ما انت لو تعرفيه ما كنتش تقولي الكلام ده. اعرفها دي ايه المعزه بتاعتك دي؟ معزه؟ ايه اللي معزه دي؟ بقى احلى بنت في البلد تقولي عليها معزه؟ يا خبتك يا فواكه، يا خبتك يا فواكه، يا بزبتك يا فواكه، ده خبت الناس السبت والحد، وخبت ابني ما وردتش على حد. الاحلى بنت في البلد قال يخيبك يا ابن بطني، دول لازم يشبشبين لك، عاملين لك عمل. يخرب بيتك انت كمان، انت حرقت العيش، هي الليله باينه من اولها، باينه من اولها ليله سودا. احسن والله العظيم ثلاثة احسن ان العيش اتحرق. ها بقى كده يا تنسيم، بقى كده. يوه يا عبد الحفيظ، قابل اللي بتعمله ده الناس تقول ايه؟ هو ايه اللي قابل يا بيه؟ طب ما يقولوا اللي يقولوه. الله، وبعدين يعني انت عجباني وانا عايزك على سنه الله ورسوله. اتفضل يا حتى كنت راح لابوك عشان اطلبك منه رسمي، بس قلت لا، عيب يقعد يا عبد الحفيظ، خليك كده زي العيال بتوع البندر. قلت اسالك انت في الاول. هو تسالني ليه؟ الشوره شوره ابويا مش شور تاني. يعني اروح له يا بيت؟ انا قلت لك ما تروحش يا بوش. طردت فين دلوقتي يا تناسيم؟
خلاص يا جابر خلاص غلب حماري. بقول لك ايه، تعال نبص بصه كده من السور بتاع البيت ده، يمكن نلاقي الطير اللي هيجنني ده. هيجننك؟ انت لسه ما اتجننتش، انت اتجننت وانا اتجننت وراك. هات ايدك. اطلع. واخد بالك يا جابر، الراجل اياه رايح جاي رايح جاي في البيت كانه بيت ابوه. انت هتجنني؟ مره يعمل لي فيها شحات ومره يعمل لي فيها بيه. اللي هيجنني ان الكل عمال يقول له بيه بيه بيه. شوف اخرتك. مش ناوي تقبل؟ ايه ده؟ تعالي بس حرامي بالدبلو. نزل ايدك يا اخي. قلت حرامي بس. لا 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 لا. ايه يا عم احمد؟ دول يا سعاده الباشا الاثنين دول حراميه كانوا بيرتبوا لسرقه الفيلا. كذاب. وانا ايه؟ وانا بقى سعاده الباشا قبضت على ام العصور الجبلي. طب خلاص خلاص يا عم احمد. ايوه ايه اللي بتعمله ده؟ ما هو لازم يبقى كده. يا عم احمد بس نزل البندقيه بس يا عم احمد. الراجل ده صاحبي انا اعرفه. نزل بقى خلاص اهو. قال لك قلنا انا صاحبه واعرفني. الله. حسن مين الاثنين دول؟ مين اللي معاك يا عم امين؟ ده محسوبك جابر. اصحابه شركاء يا باشا. اهلا اهلا اهلا. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ دي بلدي وده بيتي يا عم امين. انت ناسي انا قلت لك الكلام ده كله في اسكندريه. ايوه ايوه صح تمام. اه مش قلت لك ده صاحبي؟ لا انا ابن الظالم انا مش فاهم حاجه. احسن. اهلا 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 يا باشا. أهلاً. خلاص يا عم احمد خلاص خلاص يا عم بقى اتكل على الله. فضيله بنت يا فضيله. نعم يابا. انت ايه اللي رجعك من مشوارك بدري كده؟ جربي هنا تعالي جربي. ايه يابا في ايه؟ ايه؟ اظن انت عارفه كويس ان انا ربيتك على النزاهه والصدق والشرف وما ربيتكيش على الكذب والخيانه. ايه الكلام الغريب اللي حضرتك بتقوله ده يابا؟ ده انا بنتك فضيله. ايوه كنت فاكرك بنتي بحق، لكن مش بنتي اللي تكذب عليا وتحط راسي قدام الناس في الطين. انا يابا؟ ايوه انت. انت يا فضيله. أنا يا بنت مش نبهت عليك قبل كده 100 مرة، ما تبصيش لابن حسن نجم ولا تكلميه، تقوم تروح تكلميه من ورا ظهري. يا عارك يا شيخ عبد الرحمن يا عارك. أنا يابا أنا أنت إيه؟ أنت إيه ما يكفكيش الملعوب اللي أنت لعبتيه من ورايا؟ عايزة كمان تكذبي عليا؟ لا يابا أنا ما بكذبش ولا عمري كذبت عليك. أنا فعلا قابلت ابن حسن نجم. وليك إيه أنت تقولي كده قدامي؟ يابا انا ما عملتش حاجه غلط ولا حاجه تعيبك. وكمان بتردي عليا يا فجره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني لا اسالك رد القضاء بل اسالك اللطف فيه يا رب. اسمعي انت ما فيش خروج من بنته اللي بعد ما اعرف الحكايه ايه وصلت لحد فين. واياك ياك ثم ياك تلعبي بديلك من وراي. انت فاهمه؟ ايه يا جماعه مش بتاكلوا ليه؟ انتوا لازم تخلصوا الاكل اللي قدامكم ده.
لا مؤاخذة يا باشا، أصل أول مرة ناكل مع سفير. لا يا عم أمين أنت غلطان، إحنا أكلنا قبل كده مع بعض. فاكر الفطار اللي أنت تقسمته معايا والعشاء بعد كده اللي تعشيناه مع بعض؟ بس هنا يعني الظروف تختلف. لا تختلف ولا حاجة. عموما أنا هقوم عشان أسيبكم على رحلتكم. لا 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 خلاص يا باشا هناكل. اتفضل اتفضل. يا سلام، كل ام اول مره ناكل اكله حلوه. ما تمد ايدك يا باشا. معلش يا باشا عشان يعني نفتح نفس بعضينا يعني. متشكر يا جماعه، انا سبقتكم. الا قولوا لي بتعملوا ايه هنا في ميت دمور؟ على مؤاخذه يعني ظروف تغيير يعني. عموما طول ما انتوا هنا انتوا ضيوفي، ممكن تقعدهم زي ما انتوا عاوزين. وانا قلت لعم احمد يجهز لكم الاوضه اللي في الجنينه عشان تبقوا براحتكم. يجي 40 سنة. ايوه 40 سنة. والد حسن نجم عمر باشا، كان باشا بحق وحقيق من بتوع زمان. المهم جه يعيش في سرايته في البلد، هو ابنه الكبير احمد وابنه الصغير حسن. حسن نجم اللي عايش دلوقتي في السرايا؟ ايوه يا فضيلة، هو بذات نفسه كان وقتها شاب صغير عنده يجي 14-15 سنة، وكانت البلد وقتها صغيرة وما كانتش الناس كترت كده. يعني كان في البلد جزار واحد، جزمجي واحد، نجار واحد. النجار ده كان جدك إبراهيم يوم. ولا قبلين يا بنتي، النجار الغلبان ده كان بيروح يشتغل في السرايا، يعمل له كرسي، يعمل له صندوق، يعمل له سرير، يعمل له كنبة بصحارة، حاجة على قده كده. كان رجل طيب وأمين، عشان كده الباشا حبه وبقى يدخله بيته ويعتمدوا عليه. جدك هو التاني، راجل عفوف النفس وراضي، عمره ما طمع في اللي في ايدين الناس، و
ولو إني كان في رقبته كوم لحم، عمامك وعماتك كانوا كتير، عمك عبد الله، عمك إسماعيل، عمك فتحي، وعمتك جبلات، وعمتك حسنات، وأنا كنت أصغرهم، ده غير عمتك حنيفة. حنيفة؟ أنت عمرك ما كلمتني عنها، أمال هي فين دلوقتي؟ الله يرحمها، كانت هي الأخت الكبيرة لنا كلنا، وفي يوم من الأيام شافها ابن الباشا وحبها. ابن الباشا؟ باشا مين؟ نجم باشا. أنا أنت رحت فين مني؟ المهم القصد، ابن الباشا لما شاف عمتك حنيفة وكانت حلوة وزي البدر في تمام، وقع في حبها وطلب انه يتجوزها، لكن ابوها الباشا مرضيش، ما وافقش. ازاي ابنه الكبير يتجوز بنت واحد فلاح وبيشتغل حداه نجار في السراي بالاجرة؟ نهار مهبب. طب وبعدين ايه اللي جرى؟ الغيب ما يبددوش غير صبح.